هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نحييكم بأجمل تحية في هذا الصباح، وهذه هي الانطلاقة، انطلاقة مركاض الوافيين على أرضية ميدان دستور. شوط السيارة انطلق في هذه اللحظات، الشوط الأول شوط السيارة، وتغطية لايف على أرضية هذا الميدان. يا سلام، نسير مع هذا الشوط مركاض الأوفياء الذي انطلق بهذا المسمى وبهذه الانطلاقات، يحمل أسماء وشعارات عملاقة وقوية. يا سلام، هذه شموع تتقدم المشاركات. محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي تسيطر على مقدمة الشوط، ليها في المركز الثاني شامه تاتي في المركز الثاني، علي بن خلفان بن أحمد الكعبي تاتي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث شديد والشد من شديد علي بن محمد بن مصلح الحبابي على المركز الثاني. يا سلام، راقبوا هذا الشوط، راقبوا هذا الانطلاق، راقبوا سيارتي هذا الشوط. يا سلام، شوط السيارة، شوط الناموس، شوف الوصول، هملولة وصلت، هملولة محماس بن علي بن مصلح الحبابي انطلقت في هذا الشوط، انطلقت في هذا الاندفاع في المركز الثاني. ديروا بالكم والتحرك شديد شديد، علي بن محمد بن مصلح الحبابي غيرت شديد السيارة والناموس. شوط الأوفياء في هذا الانطلاق، مركاض الأوفياء انطلاقت وجوائز غيمة وسيارة ورموز. يا سلام يا سلام يا سلام، هم الأولى في المركز الثالث، نحماس بن علي بن مصلح الحبابي المركز الثاني، هذه شموع محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي. يا سلام، شوف الجماهير، شوف المتابعات، شوف السيارة السيارة، الناموس الناموس، شديد وهي شديدة تستاهل يا راعي، شديدة السيارة، الناموس الناموس لعلي بن محمد بن مصلح الحبابي على هذا الفوز، على هذا الناموس. سيارة مركاض الأوفياء راحت مع بن مصلح، راحت مع شديدة، عناوية جميلة. يا سلام، علي بن محمد بن مصلح الحبابي، وتهانينا على هذا الفوز، محمد بن مصلح على هذا الفوز، على هذا الانطلاق، تهانينا محمد بن مصلح من جمهور على فوز شديد وانتزاعها السيارة في مركاض الأوفياء في هذا الانطلاق. يا سلام، ما شاء الله، شديد شديد علي بن محمد بن مصلح الحبابي، تستاهل يا راعي شديد، هذه انفردت بالمركز الأول، حظت بالسيارة والناموس، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني رقم 12 اللي هي لسعيد بن محمد بن مصلح الحبابي الطاغية، والمركز الثالث مشاعل حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الحبابي. هكذا كان هذا الشوط المثير، كان مركاض الأوفياء في انطلاقته وتحديات التوقيت. يا أبو سلطان، دقيقتين و58 ثانية شديدة.